كل الراغبين في إطفاء لمسات شرقية على بيوتهم، معنا بالاستوديو خبير الإضاءة علي الروبي علشان يعطينا نصايح ونتكلم معك زيادة في هذا الموضوع. صباح الخير أولا. صباح الخير. خليني أبتدي معك إنه بس معظم الناس دحين أو الكثير من الناس خلينا نقول خصوصا يعني الجيل اللي هو يعني العشرينات الثلاثينات لما بيأسسوا بيوتهم سايرين بياخذوا منحة اللي هو البيت المودرن التصميم الحديث، كيف بتقترح أو هل من الممكن أساسا إنه الواحد يدخل قطع شرقية في وسط هذا التصميم الحديث؟ هلا احنا ننطلق بشكل أساسي من ديكور البيت. بيعتمد هو على الأثاث، بيعتمد على الإنارة. فإحنا حاولنا نرجع العصر القديم اللي هو العصر العربي المعروف بالحضارة العربية، معروف بالتراث الشرقي. أيوة. فحاولنا ندخله ببيوتنا الجديدة. أيوة. فحبينا مثلا ندخل الفرنتشر مثل الأثاث المزخرف المطعم بالأثاث العربي، نعمل مثل مجالس عربية. حلو. يعني علي في الواقع أنه يعني هذا الكرسي مع الطاولة الصغيرة اللي أمامها زي ما عم نشوف بالشاشة للأمانة حلوة وجميلة، لكن قديش هذه ممكن أن تكون مجرد ديكور أو ممكن أنه تكون بالفعل للاستخدام أيضا؟ لا، هي بالفعل يعني أنت فيك تأخذها مثلا كديكور، فيك تأخذها كاستخدام. هلا الاستخدام فيها تعملوا مثلا مجلس كامل، مجلس عربي كامل عبارة عن طاولة، عبارة عن كراسي بشكل كامل. ممكن يكون بيرغب ناس مثلا ما بيرغب مثلا يعمل كل المجلس، فبيكون مثل زاوية صغيرة مثل تراث له، التراث هو تبعنا التراث العربي، فبيكون عامله مثل زاوية عبارة عن كرسيين مع طاولة تبعه بيمثل اللي هو التراث تبعنا العربي. طيب علي، إذا أنا مثلا عجبتني قطعة زي كده بس أنا بيتي كله مودرن أو من التصميم الحديث، إيش كيف ممكن أحطها؟ ما هي اللي حكينا فيه، ممكن نحطها إحنا ممكن بزاوية صغيرة من بيت اللي عبارة عن كرسي مع طاولة بيشير لأنه بس أيوة، بس هو ما حد بان غريبة؟ لا، بتكون طبعا هو راح يتماشى، طبعا ما راح يكون مثلا ضمن الدهانات الجديدة أو شيء، راح يكون متماشي مع السجاد اللي هو مثلا السجاد العجمي، دي يكون مثلا متماشي معه. أيوة. المعروف الشغل اليدوي. يعني دي يكون كله متماشي مع بعضه. يعني لأنه الفرنتشر هون الأثاث اللي قدامنا كله شغل يدوي. أيوة. فراح يكون متماشي معه شيء يدوي مثل السجاد اليدوي. الشغل اليدوي تبعنا. طيب علي، قديش أيضا يعني إضافة إلى هذه المسائل الكرسي أو الطاولة مسألة الإضاءة اللي ماخذ هذه النفحات الشرقية إنه متممة لأي يعني جو شرقي خليني أقول؟ بالضبط. راح يكون طبعا الأثاث متماشي مع الإضاءة. أيوة. ما بصير أنا والله أحط إضاءة أوروبية مثلا أو إضاءة كلاسيك مع إضاءة شرقية، بده يكون كله متماشي مع بعضه زي اللي على يسارك مثلا هذه هيك. بالضبط. هلا هون هاي بنقول له إحنا نقش سوري، السوريين أيوة. كثير امتازوا بالنقش الحرفي بالنقش اليدوي. فمن طبيعه اسلوبه بتلاقي اسلوب زي اسلوب التنفير، يعني اسلوب يعني كله ضاعي. يدوي هذا كله يدوي. بالاضافه لانه عنه مثلا بنقول له هذا الديزاين المغربي الامتاز بطبيعته شوي السيمبل. ايوه. طيب وهدولك اللي هناك كمان في عندنا اثنين محطوطين هناك، في هذه اللي هي شويه طويله اللي دحين عليها الكاميرا. بالضبط. هلا هون في ناس بتقول لك انا ما حاب احطه ببيتي من جوا مثلا بالمره، ما أيوة. ما عاجبني كثير. فحبلنا نعمل مثل بالحدائق بحطوا لك العواميد الحديثه، فحبينا ندخل لا كمان احنا ممكن بنحط لكم بالعواميد بالحدائق الخارجيه ممكن ندخل الستايل العربي الستايل تبعنا الشرقي، فعملنا لهم مثل في اشياء داخليه واشياء خارجيه يعني، ولقينا اقبال. يعني احنا بمشاركاتنا مثلا بالمعارض الخارجيه الحمد لله لقينا اقبال كثير من الديزاينرية العالميين لانه شيء جديد يعني. صحيح. فحاولنا نرجع بالفعل يعني كل شيء قديم، كل شيء مثلا اللي امتازوا فيه العرب بالحضارات القديمه حياؤه. ايوه، الاندلسي كانوا يقولوا كثير طابع الاندلسي. صحيح. عدلنا عليه بالاضافه للاضاءه، فوتنا عليه. يعني ايام قديم كانوا يحطوا مثلا مثل مشاعل حطوا فيها مثلا شعلة نار. صح. احنا عملنا مشعل مع إضاءة مع لمبة يعني بنقول له. احنا عم نشوف بعض الصور طبعا لها علاقة بالشيء اللي عم تحكي عنه، بس علي هون يعني قديش كمان مهم مسألة انه الشخص على حسب الطلب. يعني يطلب انه مش بس مجرد بضاعة معروضة انه فيها نفحات شرقية، انما هو يطلب تصميم معين شرقي. هلا اللي بده يطلب هيك ديزاينات بده يكون والله عنده دراية والله على
على الشغل العربي على التراث العربي، ما راح يجي واحد ما عنده فكرة بالمرة يطلبها. فإحنا بالإضافة لهيك لما نأخذ كنا مثلاً التصميم الداخلي للبيت نحاول نعطيه نبذة صغيرة أو مثلاً لمحة بعبارة عن زاوية معينة إنه هذا التراث تبعنا. وكانت تلاقي كثير فكرة حلوة، يعني أنا والله مو عابي بكل بيتي أعمله، حاب أعمل شغلة صغيرة. أيوة. نعمل له مثلاً عبارة عن مجلس صغير، إنه هذا مجلس يكون مثلاً مجلس صباح، قعدة صباحية، قعدة شرقية، يعني بشكل يعني مبسط. هل في لسه ناس مثلا بيعملوا بيتهم كله هذا الطراز العربي؟ هل اكون معك صريح يعملوه كله بشكل كامل؟ لا. في بس يعني مجلس ممكن يعمل مجلس. أيوة. ممكن يعمل قاعدة خارجية، ممكن يعمل تراس صغير يدخل فيه غرفة نوم، عبارة عن غرفة نوم مثلا بنعمل عليها مثل تيبلنا مثل ما شايفه وانا حضرتك. أيوة. يعني دخلنا النحاس مع المدر مع كله بقل بعضه بحيث انه يعني ما يكون بس انه جامد شيء جامد. شكرا لوجودك معنا خبير الاضاءه علي الروبي وعلى هذه النصائح والمعلومات. شكرا. هلا فيك.